هنروح لكره الطايره سيدات. كان عندنا مباراه مع الواي. السله الطايره سيدات سابقه شويه الرجال بثلاث اربع ماتشات، الحمد لله ماشيين بشكل جيد، بنكسب كل ماتشاتنا. الحلقه اللي فاتت كان معانا طبعا اللعيبه المحترفه من الجبل الاسود، وكلمنا معاها وشفنا ازاي بيتم اختيار اللاعبين او المحترفين جوه النادي الاهلي. فزنا في ماتش الواي 25-5، 25-8 و 25-15. مباراة اتلعبت على صالة الشهداء. ليه صالة الشهداء؟ مش محتاجين نطلع بره، لأن الصالة ما فيهاش تجديدات ولا فيها أي إصلاحات، فاتلعبت على صالة الشهداء في النادي الأهلي. طب نتيجة الأصوات جت إزاي؟ 25-5، 25-8 و 25-15. الفوز ده هو الرابع لفريقنا بعد الفوز على أصحاب الجياد ووادي دجلة وديلفي كلهم بنتيجة 3-0. وبعدهم الشمس بنتيجه 3-1، والواي ده اخر ماتش. اما اول ماتش فكان تم تاجيله بسبب مشاركه لاعبات نادي الصيد في بطوله العالم لكره الطائره الشاطئيه تحت 21 سنه. فرقتنا هتلعب الماتش اللي جاي يوم الجمعه باذن الله مع نادي الاتحاد السكندري على صاله الشهداء باهل الجزيره، مباراه قويه، مهم جدا فرقتنا تاكد الصداره. ولكن كل ده طبعا مهم، كل ده تدريب، كل ده اعداد، ولكن خلينا نتكلم بكل امانه، الجد هيبقى مع نادي الزمالك في البلاي اوف. مهم جدا نوصل للمرحله دي واحنا واقفين على رجلينا وعندنا بدايل وجاهزين. كل ده مهم طبعا، مهم، ولكن النهائيات والبلاي اوف هي اللي بتحسم البطولات.